شيخنا بارك الله فيكم، لكن عندنا في القوقاز يوجد من يطعن في الشيخ سليمان العلوان فرج الله عنه. هذا شيء معروف في ديار العذرة اللي نسميها ديار الأعاجم، كثير ممن يطعنون في علماء كبار حتى غير الشيخ سليمان، لكن ما نصنع لهؤلاء، نسأل الله أن يهديهم. وهذا شيء متوقع، الناس أهل الحق دائما يبتلون، فتجد من يطعن فيهم ويقدح فيهم، لكن أنا أرى الإعراض عن هؤلاء الذين يقدحون